حضرات ضيوف الكرام، يجب البقاء في المقاعد ومراعاة شرط أحزمة المقاعد إلى أن يتم إطفاءها. فضل إبقاء أحزمة المقاعد مربوطة أثناء الجلوس عندما تكون شرط الأحزمة مضاءة. إذا كنتم ترغبون بالنوم فرجاء ربط حزام المقعد فوق الغطاء، وذلك لتمكين من تفقد أحزمة المقاعد دون الحاجة لإزعاجكم. أذكركم بأن التدخين يمنع بشكل كلي على متن الطائرة، بما في ذلك دورة المياه. هذه الطائرة مزودة بخدمة الإنترنت وخدمة الهواتف المتحركة التي تتيح لكم الاتصال بشبكة الإنترنت واستخدام الهواتف المتحركة. كبعد الوظيفة منكم يرجى إبقاء هواتفكم في وضع صامت أثناء فترة الرحلة. مزيدا من المعلومات عن كيفية الاتصال بالنظام يرجى الرجوع إلى كتيب الاتصال المتوفر في جيوب مقعدكم. تماشيا مع القوانين المتبعة على متن الرحلات القادمة والمتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يعتبر التجمع في أي قسم من أقسام الطائرة عملا غير قانوني. كما نود التنويه بأنه طبقا للقوانين المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية، يمنع فتح الآن شرب المشروبات الروحية الخاصة بكم على متن الرحلة، باستثناء المشروبات التي تقدم لكم طاقم الطائرة. يسر طاقم الطائرة تلبية كافة طلباتكم، ويتكلم أفراد طاقم الطائرة المتواجدين على متن الرحلة اللغات العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى اللغة الفرنسية، الفلبينية، التشيكية، التايلاندية، اليونانية، البولندية، الهندية، الألمانية، البرتغالية، الإسبانية.